فخليفه انا اللي هطلبه منك دلوقتي تقول لي الزمالك ازاي يلعب قدام النادي الاهلي يوم الخميس، وانت هتقول لي الاهلي ازاي يواجه الزمالك يوم الخميس، وازاي الزمالك يستفيد من مواجهه فيوتشر النهارده، والاهلي ازاي يستفيد من مواجهه الاتحاد النهارده. الزمالك كان محظوظ ان هو لعب فيوتشر النهارده، في حاجات كثيره ظهرت في الملعب، اعتقد ان هي الارم كويس جدا لاوسوريو ما قبل لقاء الاهلي. الفكره هو الزمالك بين خيارين صعبين. الخيار الاول ان انت هتلعب بنفس طريقتك ونفس اسلوب ادائك. هو الزمالك في الشوط الاول مثلا حاول يحط مثلا ديفندر تاني، ولكن النتيجه كانت مخيبه للامال لان انت فقدت الكوره في اغلب الاوقات. فهل الزمالك قدام الاهلي هيبقى متاح لي ان يلعب تحت الكوره؟ هو ده المنطق، ان انت بتقابل فريق اكثر جاهزيه من اول الدوري، هو مع نفس المدير الفني بعناصر اكثر جاهزيه اكيد معنويا افضل بحكم البطولات اللي حصدها، وغير المعنويا كمان هو فنيا الاهلي من بعد يناير لما بالاضافات اللي تمت في الفريق، الفريق عنده عناصر وفره هجوميه وفي خط الوسط. فالزمالك بالعناصر اللي هي موجوده اللي هي المتاحه اللي احنا بنتكلم فيها، هل الزمالك هيحاول يمسك الكوره وهنا هيتعرض للضغط العالي اللي بيعمله الاهلي والضغط العكسي والمساحات؟ اعتقد مش ده الخيار الافضل، لان النهارده لو شلنا كده الاهلي، شلنا فيوتشر وحطينا الاهلي تخيل ومثلا ان النتيجه وصلت، مفيش رجوع هيتم في الحاله اللي زي دي، بالعكس ممكن النتيجه تزيد اكتر. فانا اعتقد ان الزمالك زي ما اوسوريو ليه كورته الجميله والممتعه اللي قدمها مع الزمالك، والراجل ليه مرجعيه برضه قبل كده وهو بيدرب المكسيك، لعب ماتش ضد المانيا كان بيلعب تحت الكوره وبيلعب على المرتدات الزمالك. بس السؤال ساعتها قال تصريحات مهمه جدا وقال لك انا لعبت الماتش ده بشكل استثنائي وبطريقه استثنائيه، ولعبت باك على اليمين عشان اقفل على المانيا. اعتقد هو ده اللي الزمالك محتاجه، وخصوصا ان هو ممكن هيرجع له عناصر دفاعيه اللي هي موجوده في المنتخب الاولمبي زي حسام عبد المجيد وكذا، مع وجود لعيبه تانية بدات تاخد فورمه معقوله شويه زي المسلوسي، ممكن متاح المسلوسي هنا هيرجع تاني مساك. المهم الزمالك اعتقد محتاج يغير استراتيجيته، لان الاستراتيجيه المندفعه اللي بتعتمد على امتلاك الكوره دي ممكن تكون مفيده جدا، الزمالك بيقعد يترقى بيها، ولكن حاليا ما وصلش بالترقيه ان هي تكون في مواجهه الفرق الكبيره اللي هي على نفس القدر واللي عندها خطوره كبيره. يعني الزمالك اترقى من الفرق الصغيره للفرق المتوسطه للفرق القويه، ولكن الفرق زي الاهلي وبيراميدز لسه خطوه. صح، لسه ما عملهاش. الاهلي يلعب ازاي قدام الزمالك؟ مارسيل كولر هو اكتر واحد بيقبل الهدايا. لو نادي الزمالك مع اوسوريو اداله الهديه ولعب معاه يا كريم بنفس الطريقة اللي أوسوريو بيلعب بيها المباريات اللي فاتت، مارسيل كولر هيقبل الهدية وهينزل النادي الأهلي، أنا بقول لك هيكسب المباراة. ولكن مارسيل كولر هينزل يطبق الأسلوب بتاعه المتعارف عليه وهيلعب على أخطاء نادي الزمالك، لأن مباراة النهاردة ومباراة اللي فاتت وضحت إن في مشاكل رهيبة عند نادي الزمالك في الخروج بالكورة. أثناء الخروج بالكورة لو الكورة اتقطعت منك هيبقى في مساحات كبيرة جدا، وإحنا لسه متكلمين حدث ولا حرج على سرعات وتحولات لاعبي النادي الأهلي. فالهدايا مارسيل كولر هيبقى مستنيها، لأن دي يا كريم قبل ما أقفل معاك أقول لك مارسيل كولر عمل كل حاجة مع النادي الأهلي، اخر حاجه بقى له ان هو يكسب الديربي كمان عشان يبقى مارسيل كولر خد العلامه الكامله من جماهير النادي الاهلي. وطبعا شفنا النهارده لعيبه النادي الاهلي وهي بتشيله، فده حب كبير جدا، وده يا كريم بينعكس على نتائج النادي الاهلي.